سلام شباب، شو اخباركم؟ كيف حالكم؟ اليوم راح يكون فيديو مميز بيختلف عن جميع الفيديوهات اللي في القناه. اول شيء بشكركم من كل قلبي على ال 800 مشترك، حصلناها بشهر واحد، نحصل ب 800 مشترك. انا بالنسبه لي انجاز، غير انا والله بصراحه انجاز، قربنا نوصل على 900 مشترك. فأنا بشكر كل واحد عمل لي دعم لقناتي، ومرة مرة أنا مبسوط، والله مبسوط فيكم، أقسم بالله إنكم على العين والرأس. فأنا حبيت بالناس من وصلنا ل 800 مشترك، أنا حبيت أنزلكم فيديو مميز. هذا الفيديو يا شباب باعتبار إذا أنت حاب، أي واحد طبعا معروف بالعنوان، راح يكون معروف بالعنوان شو هو الفيديو، انه اذا اي شخص حابب يعمل قناة يوتيوب ويزبطها ويصير عنده مشاهدات، راح اعطيه رابطين بالوصف. هذول الرابطين عبارة عن جزئين من فيديو شرح عن طريقة تحسين حالك، يعني انك تعمل قناة يوتيوب، انك تطبق، المهم خلاصة الموضوع انك تطبق بالفيديو نطبق بالفيديو، يعني الفيديو الجزء الاول احضروا كليات وطبقوا 100%، الفيديو الجزء الثاني طبقوا 100%، تمام. هذول انا عملتين والحمد لله قناتي تحسنت كثير عن الاول نور هذول الاشي. فانت اذا انت حابب معني لهذا الاشي راح اترك الرابطين بالوصف. وبالنسبة للمونتاج، كيف انا بمنتج فيديوهاتي؟ انا بستعمل تطبيق اللي هو كين ماستر، بستعمل التلفون، ما بستعمل اللابتوب. اللابتوب اذا بدي استعمله، هذا اللابتوب اذا بدي استعمله بستعمله بس لتسجيل الصوت، لان حاليا هسه قاعد بسجل بصوتي عشان انقي وضبطه عشان امنتجه لليوتيوب. ثاني شغلة، او مش ثاني شغلة، والله ماني عارف، خلينا نتأكد بس. بالنسبة للهاشتاكات اللي انت لو تدخل على الوصف هسه، لو انت هسه تتابع الفيديو تدخل على الوصف بتلاقي بتلاحظ ان كاتب ارك سرفايفر كذا 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 كذا، هذول كلهن هاشتاكات قوية بتساعدني يمكن محتواي ظاهر للجميع. يعني لو انت لو تبحث على جوجل بتلاقي برضو محتواي موجود بجوجل برضو نور هذول الهاشتاجات. هسه كيف تجيب هذول الهاشتاجات؟ تبعوا للوصف اللي بتبعوا للرابطين اللي حطيتلكم اياهم بالوصف، لانهم مره مهمات، تبقوهن 100% لحتى تظبطوا قناتكم. بالنسبه لطريقه انه البحث، يعني لما تكتب على جوجل مثلا تبحث عن شغله، تبحث عن كذا، يلاقي الفيديو اللي لك وجهه الشخص اللي بده يدور على شغله معينه، لكن الفيديو اللي لك مع انك انت يعني مش عندك اشتراكات كثيرة، لكن الفيديو اللي لك بوجهه، فنسبة كبيرة انهم يجوا يشاهدوا الفيديو اللي لك، تمام. هاي مهمة الرابطين هذول اللي اعطيكم اياه، يعني هن عبارة عن فيديوهين على قناة من قناة اليوتيوب، على قناة شخص من قناة اليوتيوب كاشف الهاكرية، هو عمل سلسلة دعم القنوات. بالفعل انا طبقت زي ما قال والحمد لله تحسنت قناتي. اسمع، بالنسبه للشغلات الثانيه مهمه عشان تحسن قناتك، اول شيء جوده الفيديو يكون كويس، جوده الفيديو تكون كويسه. اذا كان يعني الفيديو تليفونك تعبان، يعني حاول قدر المستطاع يكون يعني افضل حالات الفيديو لهذا. يعني اذا كان تلفونك ما بيستحمل كثير، يعني حاول يكون الفيديو قصير مش تكون كبير كثير، لحتى يعني تقدر تعدل عليه وتظبطه. يعني اهم شيء عندك الصوت، جودة الفيديو، والمونتاج. اذا كان مونتاجك بيض بنرفز الشخص، ما بنرفز الشخص. على العموم بتشكر كل واحد اشترك قناتي، ان شاء الله معا نوصل لألف مشترك. فبتمنى بتمنى بتمنى انكم تشتركوا في قناتي، تفعلوا جرس التنبيهات.
وجيبوا الافكار يعني، جيبوا الافكار، قولوا لي كذا، روض كذا، افكار بالنسبه للسيرفرات. انا اعذروني ما بقدر اني اعمل سيرفر هسه وقت الحالي، انا وضعي ما بسمح لي، او اني يعني جربت بصراحه صار كثير مع الاسف. احنا عملنا سيرفر قبل للشباب لانه ما في دعم تسكر السيرفر. هذا اللي بالنسبه للسيرفرات برجاء ما حد يدخل بالخاص او يطلب مني اعمل سيرفر. حاليا علي شغلات بدي اخلصهم، التزامات، بعدها انا ان شاء الله وعد مني لاعمل انا سيرفر. انا بنفسي لاعمل سيرفر، بس بتمنى انكم تدعموني فيه يعني. لما اعمل سيرفر بكون مجهز كل شيء. وهان بكون انهي الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا واتمنى انكم افدتوا من هذا، استفدتوا كثير من هذا الفيديو، فيعطيكم العافية. واذا واحد استفاد يكتب ليها بالتعليقات منه اعرف اني قدمت محتوى منيح اني ساعدكم منه برضو، عشان واهم شيء اللايك طبعا، عشان برضو الفيديو اللي ينشر. يعني تقول لك يا صراحة انا الثاني بك، فلازم يعني يبقى في انجاز. ما بعرف شو بدي اقول، بس يعني تعرف الشغلة اخذ وعطى. ويعطيكم العافية، ما بدي اطول اكثر من هيك، فيعطيكم العافية، سلمان.